بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في اللقاء الرابع لمقرر السلوك التنظيمي. في لقائنا اليوم راح نتناول إن شاء الله عناصر السلوك الجماعي داخل المنظمة. هنالك أربع عناصر للسلوك الجماعي داخل المنظمة. العنصر الأول هو جماعات العمل، العنصر الثاني القيادة، العنصر الثالث الصراع التنظيمي، العنصر الرابع اتخاذ القرارات. في لقائنا اليوم راح نتناول أول عنصرين من عناصر السلوك الجماعي اللي هو جماعات العمل والقيادة. أولاً بالنسبة لجماعات العمل راح نناقش مفهوم الجماعة، خصائص الجماعة، أنواع الجماعات، أسباب تكوين الجماعات غير الرسمية، مدى أهمية تكوين جماعات العمل غير الرسمية للتنظيم، وآخر شيء العوامل المؤثرة على خضوع الفرد لمعايير الجماعة الغير رسمية. أول شيء فيما يتعلق في مفهوم الجماعة، هنالك الكثير من التعريفات التي تحدثت عن مفهوم الجماعة، منهم من عرف جماعات العمل على أساس العلاقة بين أفرادها، ومنهم من تحدث على أساس دافعية الأعضاء، ومنهم من تحدث على أساس الخصائص التنظيمية، ومنهم من تحدث على أساس الاعتمادية القائمة بين أفرادها، أو على أساس العلاقات المتبادلة بينهم. وعموماً فإن من أشهر التعاريف التي تحدثت عن تعريف جماعات العمل هي أنها جماعة تجمع لعدد أو للعدد الصغير نسبياً من الأفراد بشكل يمكنهم من التفاعل الدائم خلال اللقاء والمواجهة المباشرة وجهاً لوجه، ويشعرون فيما بينهم بالتجاوب النفسي من خلال إحساسهم بالانتماء إلى عضوية جماعة واحدة. ومنهم من تحدث عن الجماعة على أنها مجموعة من اثنين أو أكثر يتفاعلون بحرية ويشترون أهداف ومعايير جماعية ولهم هوية مشتركة. تعريف آخر للجماعة على أنها وحدة اجتماعية صغيرة نسبياً تتكون من عدد من الأفراد يحدث بينهم تفاعل سعياً لتحقيق هدف مشترك. إذن هذه خلينا نقول أهم التعاريف اللي أنا ذكرتها فيما يخص الجماعة. طيب الآن خصائص الجماعة. من أهم الخصائص التي تتميز بها الجماعة، رقم واحد، يعتبر عدد أفراد الجماعة محدود بشكل نسبي ليتسنى لأعضائها التفاعل والاتصال فيما بينهم. اثنين، يوجد لأفراد الجماعة أهداف مشتركة. ثلاثة، يؤدي الأفراد وظائف مختلفة لتحقيق هذه الأهداف. أربعة،
يتفاعل الأفراد مع بعضهم البعض لتحقيق أهداف الجماعة. 5، تقوم الجماعة على تطوير أسس ومعايير تنظم وتضبط سلوك الأفراد في الجماعة. معايا أنتم؟ واضح شباب؟ أعيد كمان مرة بشكل سريع. من خصائص الجماعة، أول شيء يعتبر عدد أفراد الجماعة محدود بشكل نسبي. 2، يوجد لأفراد الجماعة أهداف مشتركة. 3، يؤدي الأفراد وظائف مختلفة لتحقيق هذه الأهداف. 4، يتفاعل الأفراد فيما بينهم أو مع بعضهم البعض لتحقيق أهداف الجماعة. 5، تقوم الجماعة على تطوير أسس ومعايير تنظم وتضبط سلوك الأفراد في الجماعة. واضح؟ واضح عندنا؟ طيب، نروح الآن إلى أنواع الجماعات. أنواع الجماعات. طبعاً من الصعوبة حصر أسباب تكوين ونشأ خلينا نقول هذه الجماعات ونشوءها أو تكوينها لهذه الجماعات، لكن يمكننا أن نميز بين 5 أنواع رئيسية للجماعات. أول خلينا نقول نوع من أنواع الجماعات اللي هي المجموعات الوظيفية. أولاً المجموعات الوظيفية، تنشأ هذه المجموعات طبعاً بقرار من السلطة الرسمية في المنظمة، والمجموعة الوظيفية هي الوحدة التي أو الوحدة اللي تكون في مجموعها الهيكل الرسمي للمنظمة. 2، فرق العمل من أنواع الجماعات، فرق العمل، ويعود تكوينها من أجل إنجاز مهمة محددة، وعند تحقيق هذه المهمة تزول الفروق وتتلاشى. 3، فرق الميول والصداقة. يتكون هذا النوع من الجماعات نتيجة وجود ميول مشتركة بين أفرادها، والصداقات هنا نشأت فيما بينهم، أي أن الأفراد أو أفراد الجماعة يرتبطون معاً باهتمامات مشتركة من المعتقدات والنشاطات. 4، اللجان. يتشكل هذا النوع من الجماعات من فرق عمل مؤقت يتم تشكيلها عادة لدراسة حالة أو حالات معينة، إضافة إلى العمل الرسمي الأساسي لكل عضو من أعضائها، مثل لجنة المشتريات، لجنة العطاءات، لجنة الجودة، لجنة خلينا نقول الاستقطاب والتعيين. هذه كلها لجان يتم تشكيلها، هذه زي ما قلنا لإنجاز عمل ما أو تنفيذ عمل ما معين. يعني هذه اللجنة بعد أن تستكمل خلينا نقول عملها يمكن أن تتفرق خلاص، إذا كانت مهمتها محدودة ممكن تتفرق.
من أنواع جماعات العمل رقم 5 الجماعات غير الرسمية، وهي الجماعات التي تنشأ بطريقة عفوية بين العاملين أو بين الأفراد العاملين، والذين تربطهم هنالك مصلحة مشتركة، يعني يكون في بينهم مصلحة مشتركة بين هؤلاء اللي سميناهم أو أطلقنا عنهم الجماعات غير الرسمية، الجماعات العفوية. واضح؟ في عندي رقم 6 جماعات الضغط. تنشأ هذه الجماعات من أجل تطوير وتحسين أوضاع الأفراد المنتسبين إليها، مثل خلينا نقول يعني على سبيل المثال تحسين شروط الاستخدام أو الاستعمال أو ظروف العمل إذا بدك. واضح؟ أعيد كمان مرة بشكل سريع أنواع جماعات العمل. أول واحدة المجموعات الوظيفية، رقم 2 فرق العمل، رقم 3 فرق الميول والصداقة، رقم 4 اللجان، رقم 5 الجماعات غير الرسمية، ورقم 6 جماعات الضغط. إذن هذه هي 6 أنواع إلى الجماعات. حد عنده أي سؤال لحدنا فيما يخص الجماعات؟ الآن نتحدث عن أسباب تكوين الجماعات غير الرسمية في داخل بيئة العمل. من المعروف أن الأفراد طبعاً لديهم حاجات مختلفة، سواء كانت فسيولوجية أو اجتماعية أو نفسية، وتعتبر هذه الحاجات هي المحرك والدافع الرئيسي للأفراد في تكوين جماعات العمل غير الرسمية. من هذه الأسباب، خلينا نقول أسباب تكوين جماعات العمل غير الرسمية، إيش أسباب تكوينها؟ أول شيء الحاجة إلى الانتماء. بعض الأفراد يكون عندهم مثلا رغبة وحب أن يكونوا عندهم انتماء إلى بعضهم البعض ويكونوا علاقة فيما بينهم. رقم 2 من الأسباب الحاجة إلى الأمن. البعض من الأفراد يشعر بأمان أكثر إذا كان هو ضمن مجموعة من الأشخاص. بدل من أنه يكون هو منعزل أو منفرد عن هؤلاء الأفراد العاملين. فكل ما تقرب منهم كل ما شعر أنه هو بأكثر أمان إذا بدك.
رقم ثلاثة، الحاجة إلى التقدير. من أسباب تكوين جماعات العمل غير الرسمية الحاجة إلى التقدير. البعض يشعر باحترام وتقدير أكثر إذا كان ضمن هذه المجموعة. رقم أربعة، الحاجة إلى تأكيد الذات. بعضهم يشعر بأهميته وذاته إذا كان ضمن هذه المجموعات. رقم خمسة، المساعدة والمساندة الجماعية. قد تساند هذه الجماعات أو هذه المجموعات أفرادها وتساعدهم وتساندهم في مثلا خلينا نقول أي مشكلة أو أي مطلب أو أي شيء يخص حقوقهم واجباتهم، يمكن أن تساعد هؤلاء الأفراد. رقم ستة، الحصول على المعلومات. هنا الفرد يشعر بأنه إذا كان ضمن هذه المجموعة سوف يحصل على معلومات كثيرة تتعلق بالعمل. وهذا الشيء يشعر كذلك بالأمان أكثر، أنه عنده معلومات ويعرف يتخذ القرار الصح، وفي من يسانده، في من يدعمه، في من يتحدث باسمه ممكن في داخل بيئة العمل. رقم سبعة، في أسباب ثانوية اللي هي مثل موضوع الجنس والعمر وغيره. يعني تلاقي مثلا الشباب اللي يكونوا قريبين من سن بعضهم، نقول مثلا العشرينيات أو الثلاثينيات، تلاقيهم قريبين شوي من بعض فيحبون يكونوا مع بعض دائما، أو السيدات لوحدهم والرجال لوحدهم، يكون في بينهم خلينا نقول لقاءات تخص العمل و مجموعات يعني متقاربة من بعضها البعض. إذا أعيد بشكل سريع أسباب تكوين جماعات العمل غير الرسمية: رقم واحد، الحاجة إلى الانتماء. رقم اثنين، الحاجة إلى الأمن. رقم ثلاثة، الحاجة إلى التقدير. رقم أربعة، الحاجة إلى تأكيد الذات. رقم خمسة، المساعدة والمساندة الجماعية. رقم ستة، الحصول على معلومات. رقم سبعة، الأسباب الثانوية اللي هي زي الجنس والعمر. طيب، الآن راح نتحدث عن مدى أهمية تكوين جماعات العمل غير الرسمية. ما مدى أهمية تكوين جماعات العمل غير الرسمية؟ تعود أهمية تكوين جماعات العمل غير الرسمية في التنظيم الرسمي إلى ما يلي: أول شيء، إنها تساهم في تحقيق أهداف المنظمة، وذلك في حالة حدوث انسجام فيما بينهم. إذا كان الأشخاص أو الأفراد العاملين في هذه المجموعة منسجمين
متفقين مع بعضهم البعض، فتلاحظ إنه كل نشاطهم وإمكانياتهم راح تصب في تحقيق أهداف هذه المنظمة. يعني كل الجهود اللي راح يبذلوها راح تصب في موضوع إنهم يحققوا هذه الأهداف. رقم 2، تسهل عملية إنجاز الأعمال والأنشطة داخل بيئة العمل. ليش؟ لأنه هم حيصيروا أصدقاء وزملاء وفي بينهم علاقات ود واحترام، فعملية الإنجاز الأعمال هنا راح تكون أسرع وأسهل، بدل ما يكون فيها خطابات رسمية وتعامل رسمي. لا، ممكن إنهم هم ينجزوا العمل بطريقة الود والاحترام ودون وجود طبعا إجراءات روتينية، خلينا نقول، أو خلينا نقول فيها نوع من الإجراءات البيروقراطية. فما فيش، حيصير كله تعامل في نوع من الود والاحترام فيما بينهم. حتى كذلك تقديم قنوات اتصال إضافية غير رسمية. موضوع الاتصال أو التواصل فيما بينهم يضيف للمنظمة قناة اتصال أخرى جديدة، وهذه القناة راح تسهل على المنظمة أو تسرع للمنظمة إنها تحقق إيش؟ أهدافها، بدلا من الأشياء اللي خلينا نقول هي الروتينية اللي تؤدي إلى في النهاية في بعض الحالات إلى تأخير العمل وغيره. تساهم رقم 4، تساهم في إشباع الحاجات الاجتماعية. هنا هذه الخير رسمية قد تؤدي إلى حدوث، إذا بدك، جانب اجتماعي إنساني فيما بينهم. وهذا الشيء في النهاية راح يؤدي إلى، خلينا نقول، إشباع الحاجات. النقطة الأخيرة، تساهم في توسيع قاعدة نطاق الإشراف. لما نقول نطاق الإشراف، فإذن إحنا نتحدث هنا عن المرؤوسين. نحن هنا نتحدث عن المرؤوسين، فلما يصير في بينهم علاقات غير رسمية، فيصير نطاق الإشراف سهل. فعملية إنه يكون عددهم محدود، أو عددهم خلينا نقول كبير، هنا يتوقف على هذه العلاقات وكيفية التعامل فيما بينهم. وهذا الشيء يؤدي إلى السرعة في إنجاز العمل وتحقيق المنظمة أهدافها. إذا أعيد بشكل سريع مدى أهمية تكوين جماعات العمل غير الرسمية للتنظيم. رقم 1، أنها تساهم في تحقيق أهداف المنظمة، وذلك في حالة حدوث انسجام بينهما. 2، تسهل عملية إنجاز الأعمال والأنشطة داخل بيئة العمل. 3، تقديم قنوات الاتصال الإضافية
غير الرسمية رقم 4 تساهم في إشباع الحاجات الاجتماعية 5 تساهم في توسيع قاعدة نطاق الإشراف بما تملكه من معلومات كثيرة. واضح؟ طيب، العوامل المؤثرة على خضوع الفرد لمعايير الجماعة غير الرسمية. ليش تخلي، يعني مثلا شو اللي يخلي هذا الفرد انه يخضع لهذه، خلينا نقول المعايير غير رسمية، او خلينا نقول معايير الجماعات الغير رسمية، شو اللي يخليه يخضع لهم؟ درجة قوة وترابط، درجة القوة والترابط بين أعضاء الجماعة. كلما كان هنالك في قوة وترابط وانسجام فيما بينهم، كلما استطاعت هذه الجماعة أن تؤثر على أعضاء. درجة الاتفاق على المعايير، هل هنالك اتفاق بين أعضاء الفريق أو أعضاء الجماعة على المعايير، وهذه المعايير تكون واضحة؟ معايته؟ رقم 3، درجة وضوح الواقع الذي ترتكز عليه معايير الجماعة وقواعدها. 4، درجة قوة الثواب والعقاب. رقم 5، درجة إيمان الفرد بقدرة الجماعة على الحكم السليم على أعضائها. ستة، المميزات الشخصية للفرد، يعني بعض الأفراد يحصل على مزايا معينة في حالة انتمائهم لهذه الجماعات. رقم 7، موقع الفرد ومكانته مع هذه الجماعة، إيش موقعه، إيش مكانته في هذه الجماعة، دوره، أهمية إلى آخره. إذا هذه العوامل المؤثرة على خضوع الفرد إلى إيش؟ إلى الجماعات العمل غير الرسمية. العنصر الثاني من عناصر السلوك الجماعي ألا وهو القيادة. قلنا احنا هنا راح نتناول مفهوم القيادة، مصادر قوة القيادة، وأساليب القيادة، ومن ثم معوقات القيادة. أعطوني بس دقيقة، بريك بريك، ناخذ بريك دقيقة شوية.
الآن بالنسبة للقيادة، مفهوم القيادة. القيادة هي التأثير في الآخرين وتوجيه جهودهم لتحقيق ما يصبو إليه القائد ثم المنظمة التي ينتمي إليها الفرد. من وجهة النظر التنظيمية، فإن القيادة تمثل عملية التأثير على الفرد والجماعة لتوجيههم نحو تحقيق غايات وأهداف المنظمة. كما أن القيادة تركز دائماً على العنصر البشري وترتكز على افتراض بأن فاعلية المنظمة تعتمد بشكل رئيسي على حفز الأفراد العاملين وعلى تضافر جهودهم واستغلال قدراتهم. إذن يمكن أن نعرف القيادة في داخل المنظمة والقيادة الإدارية في المنظمة أو في المنشأة على أنها التأثير الشخصي بواسطة الاتصال لتحقيق هدف. هنالك تعريف آخر للقيادة على أنها فن تنسيق الأفراد والجماعات ورفع حالاتهم المعنوية للوصول إلى أهداف محددة. كما يمكن أن نعرف القيادة على أنها القدرة على التأثير في الأفراد لتحقيق المطلوب منهم من خلال عملية الإقناع. إذن بناء على كل هذه التعريفات اللي احنا ذكرناها، يتبين لنا ثلاث عناصر أساسية في موضوع القيادة، ألا وهي لابد من وجود مجموعة من الأفراد يعملون في تنظيم معين. إذن وجود مجموعة من الأفراد يعملون في تنظيم معين. اثنين، وجود قائد قادر على التأثير في سلوكهم وتوجيههم. ثلاثة، وجود هدف مشترك تسعى الجماعة إلى تحقيقه. فإذا يعني نستخلص من موضوع القيادة بأنها فن تنسيق الأفراد والجماعات والرفع من حالتهم المعنوية للوصول إلى أهداف محددة، الأهداف التي تطمح المنظمة أو تطمح المنظمة أن تحققها في النهاية. طيب، هذا فيما يخص القيادة ومفهوم القيادة. مصادر قوة القيادة أو مصادر قوة القائد إذا بدك. مصادر قوة القائد أو القيادة، إيش مصادرهم؟ رقم واحد، السلطة الشرعية. إيش هي السلطة الشرعية؟ السلطة الشرعية هي عبارة عن القوة المستندة إلى الصلاحيات المخولة للوظيفة حسب موقعها في الهيكل التنظيمي الرسمي، وتدرج هذه القوة من الأعلى إلى الأسفل. فالوظيفة الأعلى تمارس سلطة قانونية على الأدنى. إذن من مصادر قوة القيادة السلطة الشرعية رقم واحد. رقم اثنين، سلطة منح المكافأة.
وهذه القوة مصدرها توقعات الفرد من قيامه بمهامه على الوجه المطلوب، وأن امتثاله لأوامر رئيسه سيعود عليه بمكافأة مادية أو معنوية من قبل الرئيس. إذن هذه القوة مصدرها توقعات الفرد، إن تقول عنها سلطة منح المكافأة. رقم اثنين، أو عفوا رقم ثلاثة، القوة القسرية. أساس هذه القوة هو الخوف، وهي مرتبطة بتوقعات الفرد من أن تقاعس خلفه إذا بدك، أو قصوره، أو عدم تأديته لواجباته، سوف يعرض إلى العقاب المادي أو العقاب المعنوي من قبل الرئيس. فنقول عنها هذه القوة القوة القسرية. رقم أربعة، القوة المبنية على الخبرة. أساس هذه القوة هو المعرفة والمهارة المكتسبة لدى الفرد، حيث ينفرد بهذه الصفة عن غيره من الأفراد. فالمهندس يمارس نوعاً من القوة الفنية على صاحب المشروع، يجعل الأخير طبعاً يقبل قيادته، صحة قبوله وقناعته بهذه الخبرة الفنية. خمسة، القوة المبنية على امتلاك مصادر المعلومات. تنتج هذه القوة نظراً لتمتع القادة بصلاحية الوصول إلى مصادر المعلومات ومعرفتهم بالخطط والسياسات التي تعتبر لدورها هام أو أهمية وسرية في بعض الأحيان. يقول عنها قوة مصدر المعلومات، يعني عنده معلومات يقدر يتحكم في، خلينا نقول، المرؤوسين إذا بدك. رقم ستة، قوة الإعجاب. يحصل عليها الفرد عادة نتيجة إعجاب التابعين به، صفاته، سماته، خصائصه. معايا؟ طيب، إذا نعيد مصادر قوة القيادة أو مصادر قوة القائد. رقم واحد، السلطة الشرعية. رقم اثنين، سلطة منح المكافأة. ثلاثة، القوة القسرية. أربعة، القوة المبنية على الخبرة. خمسة، القوة المبنية على امتلاك مصادر المعلومات. ستة، قوة الإعجاب. طيب، أساليب القيادة. هنالك ثلاث أساليب يستعملها القادة الإداريون لقيادة مرؤوسيهم وتحفيزهم. أول أسلوب من أساليب القيادة اللي هو القيادة الدكتاتورية أو الأوتوقراطية. تقوم القيادة هنا بإصدار الأوامر المحددة وطلب الإذعان والولاء من مرؤوسهم، والتأكد على ضرورة إنجاز العمل وممارسة الرقابة عن كثب واتخاذ القرارات الفردية دوما أو دون مشاركة المرؤوسين. القيادة الثانية أو الأسلوب الثاني من أساليب القيادة،
اللي احنا نقول عنها القيادة الديمقراطية أو المشاركة أو التشاركية إذا بدك. يقوم هذا الأسلوب من القيادة على إشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات فيما يخصهم من أعمال وإفساح المجال لمبادئة أو للمبادئة والإبداع وتقدير جهود العاملين. هنا يمارس القائد إشرافا عاما لحفز الأفراد وزيادة إنتاجيتهم. النوع الثالث أو الأسلوب الثالث من أساليب القيادة هي القيادة عدم التدخل أو القيادة الحرة. في ظل مثل هذا الأسلوب من القيادة لا يملك القائد سلطة رسمية وإنما يمثل رمزا للمنظمة ويترك حرية كاملة للمرؤوسين في تحديد أهدافهم واتخاذ القرارات المتعلقة بأعمالهم. طيب، نيجي إلى معوقات القيادة. من أهم معوقات القيادة، أو خلينا نقول تتمثل معوقات القيادة الإدارية فيما يلي: رقم واحد، المركزية الشديدة. رقم اثنين، عدم وفرة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار. ثلاثة، عدم التفويض. أربعة، البيروقراطية وتعقيد الإجراءات. خمسة، التخطيط غير السليم. ستة، الوضع التنظيمي الغير سليم للأجهزة الإدارية. هذا كل شيء بالنسبة للقاءنا اليوم. إذن اليوم تناولنا أول عنصرين من عناصر السلوك الجماعي داخل المنظمة. تحدثنا عن جماعات العمل وتحدثنا عن القيادة. لقاءنا الأسبوع القادم إن شاء الله راح نتناول فيه الصراع التنظيمي واتخاذ القرارات إن شاء الله. حد عنده أي سؤال، أي استفسار لحد هنا؟ تحياتي لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله.